اتقتل بسجن القطر بطراوي اتقتل بسجن القطر اللي هو البطراوي دوت اللي هو البطراوي البطراوي في سجن صح اتقتل هناك عشان ما رضاش يفتح السجون ومنصور عيسى ورافض رافض يحاكم الناس اللي قتلوه واخت رافعه عاديه برضه نفس الموضوع بالاجر بالاجر طب ايه اللي حصل بالصوت بس ايه اللي حصل امبارح انا مشيت الساعه 4 ايه اللي حصل هو الضرب دلوقتي يعني نفس اللي حصل نفس الضرب دلوقتي الشهر من امتى من الساعه 11 لحد دلوقتي هي بس الساعه 2 بالليل ابتدى بالليل لما انا لما كنت هنا 2 بالليل انا ماشي الساعه 4 ماشي هم قالوا نفسهم هنا بس هو المكان ولا كل الدنيا دلوقتي في شارع محمد محمود لسه موجوده يعني ما تستبعدش ان هم هينزلوا الميدان قريب يعني هم زي ما قفلوا الشارع دلوقتي هي اللي بقى بيتقال عليكم في الاعلام دلوقتي شويه بطاريه شفت انت سمعت البيان بتاع القوات المسلحه بيقول لك البطاريه ومش عايزين الشباب تنصح ورا البطاريه طب ينزل بعينه ويشوف البطاريه اللي معاهم البكالوريوسات والدكاتره يشوف الدكاتره اللي بيعالجوا الناس دي لو شايفيننا بلطجيه ما كانوش وقفوا على الجونه وما كانوش وقفوا من امبارح بالليل معانا لو احنا فعلا بلطجيه بدل ما هو عمال ينزل في بيانات ويخلي الناس اللي في البيوت والراي العام كله يبقى ضدنا ينزل ويشوف احنا واقفين هنا ليه يشوف الدنيا عملت ايه ايه موقف حسام شرف اللي هو المفروض من الثوره وان الثوره هي اللي جايباه حسام شرف موقفه ان هو دلوقتي قاعد بيتفرج علينا ومستني الاوامر من المشير حسام شرف قال النهارده في الجرنان انا طلبت ان انا اكل 7 وزراء والمشير رفض والعيسوي باشا اخباره ايه جاي بعد ما الناس اتعجت بعدها باربع ساعات افتكر لما يقول لي بتوع الامن امشوا روحوا استقال قبل كده مقدم استقال المشير رفض المشير رفض المشير رفض ليه؟ طب المفروض ايه دلوقتي؟ المفروض ايه اللي عايزك توصليه؟ المفروض ايه دلوقتي؟ المطلوب ايه دلوقتي؟ يعجلوا بقى بالمحاكمات ويرحموهم يعدوا اهالي الشهداء من حرقه دمهم على عيالهم بدل ما هم عمالين ياجلوا فياجلوا انت بتمسك واحد من المدنيين بتحكم عليه في 24 ساعه ب 15 سنه وبخمس سنين وي واحد اصلا ما نعرفش اذا كان هو فعلا بريء ولا متهم انت بتاخده من وسطينا واحنا ما بنعرفش ده مين اشمعنى دول سايبينهم كل ده داخلين في 5 شهور وقاعد واحد في شرم الشيخ قاعد سايبه عمال يحرق في دمنا كل شويه يا بعت يجيب له دكاتره من المانيا وحالته الصحيه مش عارفه ايه وحالته النفسيه ابصر ايه انت خايف على واحد امر بقتل 1000 شاب وخايف عليه من ايه؟ الشرطه طلبت استخدام السلاح تاني ضد الشعب بقت لعصام شرف ورقه لمنصور العيسوي ورقه فلوسكاب مكتوب فيها طلب اقرار يمضى عليه منصور الاسوي لما قدم استقالته في اول مره لما رفضها المشير كانوا طالبين استخدام السلاح للشعب تاني يعني اسهل ما فيها اي امين شرطي ولا اي حد يتكلم معاه ولا يقف قدامه هيضربه وديته معروفه ده بلطجي وتهجم عليا شكرا شكرا